هنا سؤال يقول: في عمل التحاليل الطبية يرسل الطبيب لعمل بعض التحاليل الخاصة بالجينات لطفل مريض، وبعض الأحيان نقوم بتحاليل للأبوين للتأكد من صحة النتيجة، فبعد استكمال التحاليل الطبية للطفل والأبوين نستنتج بنسبة عالية جدا أن هذا الطفل لا ينتمي للأب، فماذا يكون العمل في مثل هذه الحالة كمسؤولين في المختبر؟ الطفل لأبيه، حتى وإن كنا بعد الاختبارات التي ذكرت يغلب على ظننا أنه ليس له، ويدل لهذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو ليس أسود والأم ليست سوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني اللي بين الأسود والأبيض. قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: فابنك لعله نزعه عرق. ولما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، قال له عتبة، قال له سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي، وانظر شبهه. وقال عبد بن زمعة: إنه أخي، ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. فنفى أن يكون لعتبة مع أن فيه شبها بينا. نعم. والحاصل أن الولد لأبيه، وإن أظهرت التحاليل أنه ليس منه.